إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. رسالتنا النهاردة بعنوان احذر الرجيم القاسي، تجنب طرق التخسيس القاسية. خلي بالك لما تعمل نظام غذائي أو رياضي علشان تنزل من وزنك، احذر إنك تنزل وزنك أكتر من كيلو ونص في الأسبوع، لأن نزول الوزن الشديد ممكن يعمل مضاعفات. أشهرها وأخطرها إن تحريك الدهون المنتشرة في الجسم بصورة سريعة بيخلي الدهون دي تتراكم في الكبد بصورة كبيرة ومفاجأة في وقت قصير، وده بحد ذاته ممكن يرفع إنزيمات الكبد بصورة مقلقة، توصل في بعض الناس لالتهاب كبدي حاد وشديد. صعوبة البلع من الأعراض اللي بتحتاج تدخل فوري، وما ينفعش أبدا تطنشها لو شعرت بصعوبة في البلع. شعرت إنك محتاج تشرب مية بعد كل حاجة علشان تنزل وتتبلع. لو حد بدأ فجأة يشعر بأعراض زي كده واستمرت معاه، لازم يلجأ للمشورة الطبية، علشان غالبا هيحتاج يعمل منظار على المعدة علشان نشوف بعنينا ايه اللي حايش الأكل ومخليه مش عارف ينزل. الأوساط الطبية العالمية أدرجوا صعوبة البلع ضمن أعراض سموها مؤشرات الخطورة في أعراض مشاكل الجهاز الهضمي، ودي بتتطلب الإسراع في فحص المريض وعمل منظار معدة يستوضح سبب المشكلة دي إيه. صعوبة البلع عرض خطير ومهم وما ينفعش نستهين بيه، ما ينفعش نعالجه بطريقة التجربة واستنى النتيجة واشوف، لأن لو سبب صعوبة البلع دي مشكلة كبيرة، العلاج التجريبي ده ممكن يعطل تشخيص المريض ويخلي الأمور تتفاقم، وممكن يخلينا ما نعرفش نحل المشكلة بعد كده. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.